الأخبار من ATV العدالة وفيها: سمو الأمير يشمل برعايته تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية 21 بحضور ممثل سموه سمو ولي العهد. السعودية تحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين في كأس العالم. تونس تتعادل سلبيا مع الدنمارك في مباراة مونديالية قوية. ومن العناوين إلى التفاصيل: تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وبحضور ممثل سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أقيم حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها 21 لعام 2021، وذلك بقصر بيان. وكان في استقبال ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد لدى وصوله إلى مكان الحفل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخ عايدة سالم العلي وأعضاء اللجنة المنظمة العليا. وقد تفضل ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد، وتم تقديم هدية تذكارية لممثل سموه بهذه المناسبة. أكد النائب عادل الدمخي أن العفو الخاص الصادر من سمو أمير البلاد يعبر عن مصالحة وطنية حقيقية ووضع الأمور في نصابها الصحيح، معربا عن شكره للقيادة السياسية على صدور قرار العفو، وأشار إلى أن هذه اللفتة الإنسانية العظيمة لم تخصص أحدا بل شملت الجميع لمدة 10 سنوات سابقة، معتبرا أن عدم شمول العفو أي شروط يضعه في مسار تاريخي يتناسب مع ما ورد في الخطاب الأميري وخطاب سمو ولي العهد في افتتاح المجلس ليمثل بادرة وطنية عظيمة سيظل صداها بإذن الله موجودا في المجتمع الكويتي. أجد من الواجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة السياسية ولسمو الأمير ولسمو نائب الأمير سمو ولي العهد ونائب الأمير على ما صدر أمس في مجلس الوزراء من عفو خاص تاريخي. فعلا هو عفو خاص تاريخي لأن شمل أوسع يعني الفئات وتعلق بالرأي السياسي، وهو يتعلق بأكثر الموجودين داخل الكويت في السجن أو خارج الكويت وممن صدرت فيهم أحكام. فشكرا من القلب وشكرا لهذه اللفتة الإنسانية العظيمة التي لم تخصص أحدا بل شملت الجميع مدة 10 سنوات. فعلا هذه هي اللي كنا نتأمل فيها. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع، مما يستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا. جاء ذلك خلال تكريم خالد لمواطنين شاركا في إلقاء القبض على مقيم من جنسية آسيوية يقوم بترويج المواد المخدرة في إحدى المناطق السكنية. وأعرب الخالد عن شكره للمواطنين يوسف العنزي وبدر العنزي على يقظتهما وإحساسهما بالمسؤولية تجاه هذا الخطر الذي يهدد مجتمعنا، لافتا إلى أن المواطنين أثبتا أن كل مواطن خفير وشريك مع رجال الأمن في مكافحة آفة المخدرات والحفاظ على شباب الوطن.
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قراراً وزارياً يقضي بحظر استيراد وبيع وشراء جميع أنواع المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد بوتل، فينيل، ميثيل، بروبيونال، يليال بكافة أنواعها ومشتقاتها. وقالت الوزارة في بيان أن تلك المواد تم تصنيفها كمواد مسرطنة من قبل وكالة المواد الكيميائية الأوروبية، مشددا على ضرورة توجيه الفرق الرقابية نحو التأكد من سلامة السلع الموجودة في السوق المحلي والتأكد من منع تداول المستحضرات التي تحتوي على المواد الواردة بقائمة وزارة الصحة. نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا ما تردد حول وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف أوبك بلس زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم. وأكد الوزير الملا حرص دولة الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط. حقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا على حساب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في أولى مواجهات الفريقين ببطولة كأس العالم قطر 2022. وقدم الصقور السعودية أداء مميزا في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل وسط حضور جماهيري غفير، واستطاعوا قلب الطاولة على راقصي التانغو لتنتهي المباراة بانطلاقة قوية للمنتخب السعودي في المونديال. إنه يوم للتاريخ ومباراة العمر، صقور السعودية تحجب شمس الأرجنتين. قلوب العرب وليس فقط السعوديين رقصت فرحا بالانتصار التاريخي الذي تحقق على الأرجنتين في مونديال قطر. هدفي صالح الشهري وسالم الدسري دكا حصون العملاق اللاتيني، وتحكمت القوة الضاربة السعودية في مجريات اللقاء لتنتهي المباراة بانتصار بطعم 100 مباراة. حطم الأخضر السعودي كبرياء راقص التانغو وكسر سلسلة انتصاراته المستمرة منذ 2019، ورقص أبناء هيربي رينارد على نغمتهم الخاصة بلحن الانتصار. الصقور السعودية التي حلقت في استاد لوسيل قدمت أداء بطوليا واستطاعت قلب الطاولة على ميسي ورفاقه وأسقطوهم في مصيدة جبل دويق. الجماهير انتفضت في ثورة فرح عارمة بالإنجاز التاريخي والانطلاقة القوية لتعلن السعودية عن نفسها بقوة ضمن المنتخبات المرشحة للعبور إلى دور 16. المستحيل ليس سعوديا، إنها شهادة جودة عربية حلق بها صقور المملكة. عمت الفرحة أرجاء الشارع الكويتي بالانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بثنائية لهدف ضمن منافسات كأس العالم. كاميرا اي تي في رصدت الأجواء ومشاعر الجماهير الكويتية بعد هذا الإنجاز الكبير. والله مبروك حق أهل السعودية وفازوا أهل السعودية وانتخب العربي، والله مبروك. السعودية رفعت رأس الخليج، نعم، ورفعت رأس العرب، نعم، يستاهلون المنتخب السعودي الفوز. بكل أمانة أنا أرجنتيني، أحب المنتخب الأرجنتيني، نعم. ودي أخذ كأس العالم، بس داخليا طبيعي أي منتخب عربي أو خليجي احنا معاه قلبا وغالبا. اكيد استمروا يا اخوان، المملكه العربيه السعوديه باجمع باكمل بكل امانه ابدعتوا انجزتوا، تستاهلون. منتخب السعوديه ترى مو بس مدرب، اليوم اللاعبين تبارك الرحمن ابدعوا. الدوسري اليوم، سالم الدوسري، نعم، تبارك الرحمن عينه عليه بارد. شو الهدف هذا؟ هدف عالمي. شو الهدف هذا؟ عالمي. يعني بعض مرات انا احط اهداف
في ملاعب عاديه مثلا بالكويت ويا ربعي يا اخي اتحسف اقول ليش ما حد صورني. والله ما شاء الله عليهم، والله فخر اهل السعوديه وبارك لهم ما شاء الله عليهم، ما قصروا ما كنا متوقعين بس قلبوا النتيجه ما شاء الله عليهم. شيء قوي يقدمه مستوى عجيب يعني، خصوصا الحارس رجل المباراه كان وهدف سالم بعد، والله ان شاء الله يقدموا مستويات احلى واقوى ضد منتخبات الباقيه ويتاهلون للدور 16. المغرب والسعوديه هذول الاثنين، والله ان شاء الله بالتوفيق ونتمنى لهم التاهل ان شاء الله. مبروك منتخب السعوديه فاز على الارجنتين وان شاء الله يتاهلون دور ثاني. والله هذا شيء شرفنا فوز السعوديه منتخبنا، وراح نظل نشجعه ونشجع كل المنتخبات العربيه وان شاء الله يفوزون ويفوزون ويفوزون، شرف لنا وشيء ممتاز يا حبيبي، شيء ممتاز، ورفعوا رؤوسنا اليوم السعوديين ولعبوا والله يبارك لهم الفوز. أبدى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية سعادته بفوز الأخضر أمام الأرجنتين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022. وقال رينارد في مؤتمر صحفي: عندما نأتي إلى كأس العالم علينا أن نؤمن بأنفسنا، كل شيء ممكن، هذه النتيجة ستبقى إلى الأبد وهذا هو المهم، علينا التفكير في التطلع قدما للأمام لأن هناك مباريات صعبة تنتظرنا. وأعلن مدرب السعودية غياب سلمان الفرج عن باقي مباريات كأس العالم بسبب الإصابة، مختتما بأن المنتخب يحتاج دعم الجماهير في المباريات المقبلة. وصف نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الخسارة أمام السعودية ضمن بطولة كأس العالم في قطر بأنها كانت ضربة قاسية جدا، وأكد قائد التانجو أن التسرع خلال مباراة السعودية كان سببا في السقوط المفاجئ لمنتخب بلاده أمام الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف في مستهل المشوار بكأس العالم. وقال ميسي عقب نهاية اللقاء: كنا نعلم أن المنتخب السعودي لديه لاعبين جيدين قادرين على تحريك الكرة واللعب بخط دفاع متقدم، لقد عملنا على ذلك ولكن كنا متسرعين بعض الشيء. وأضاف: الآن علينا أن نثبت أننا مجموعة حقيقية لا أعذار، علينا أن نتحد وننهض. تعادل منتخب تونس مع الدنمارك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم في قطر على استاد المدينة التعليمية. ظلت المباراة سجالا بين تونس والدنمارك حتى صافرة النهاية بالتعادل السلبي بينهما وخروج كل منهما بنقطة في بداية مشوار المونديال. تقام الأربعاء أربع مباريات ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، حيث يبدأ ممثل العرب المنتخب المغربي مشواره بمواجهة قوية أمام كرواتيا وصيف النسخة الماضية، فيما تواجه ألمانيا اليابان وتلعب إسبانيا أمام كوستاريكا. يستهل المنتخب المغربي مشوار بطولة كأس العالم في قطر بمواجهة قوية أمام كرواتيا على استاد البيت المونديالي لحساب المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وكندا. أسود الأطلس في ظهورهم السادس بالمونديال يواجهون مهمة ليست بالسهلة أمام رفاق لوكا مودريتش المنتخب الكرواتي وصيف النسخة السابقة في روسيا، لكن كتيبة المدرب وليد أريكراكي تتسلح بالعزيمة والإصرار من أجل الدفاع عن حظوظها سعيا لتكرار إنجاز مونديال المكسيك عام 1986 عندما بلغ منتخب المغرب الدور الثاني وخرج برأس مرفوع بعد خسارة متأخرة أمام ألمانيا. الماكينات الألمانية تبدأ بالدوران في قطر في محاولة لفك شفرة الكمبيوتر الياباني عندما يلتقيان على استاد خليفة الدولي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، وتضع ألمانيا صوب عيونها التتويج باللقب العالمي للمرة الخامسة في تاريخها، فيما يسعى محارب الساموراي إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل. تبدأ إسبانيا سعيها لطرد الأرواح الشريرة وسنوات الإحباط التي رافقتها 8 أعوام في كأس العالم عندما تواجه كوستاريكا في مباراة المجموعة الخامسة.
بعد خروج محرج من دور المجموعات في نهايات 2014 قبل أن يودع بطولة 2018 من دور 16 بعد ركلات الترجيح ضد روسيا المضيفة. ستظهر تشكيلة الشابة الحالية للمتادور بقيادة المدرب لويس إنريكي في كأس العالم لأول مرة عندما تواجه اللاعبين أصحاب الخبرة في كوستاريكا. بلجيكا تستهل مشوارها باختبار لا يخلو من الصعوبة أمام كندا، وأنهت بلجيكا استعداداتها لمونديال قطر بخسارة مقلقة أمام مصر على استاد جابر في الكويت في مباراة دولية ودية. في المقابل يأمل المدرب الإنجليزي جون هيردمان في قيادة كندا لتحقيق المفاجأة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وذلك قبل استضافة نهاية 2026 بمشاركة الولايات المتحدة والمكسيك.